ربنا إنك أنت العليم الحكيم. كتاب قرآن الكريم سورة قاف ملي آيات أول و سسيا قام بخوين مكية وهي 45 آية أف سورة مكية مكية نازل بيها وشلو 5 آية ملي قاف والقرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بله قاف وكبر سورة سورة دلاج جلك درباس بنا حروف مقطعة يعني والله أعلم بمراده والله تعالى شيء المراد قزانة أم باش مصابين طبيعي مهم كي معنى دنجي ليخن بله والقرآن المجيد يعني خدايت عاد بي أسون دخون ببي قرآن كم مجيدة يعني دبا قرآن بخو مجيد با يعني زي شأنين ودبا كو يعني أبي كو قرآن بخوين أو مجيدة يجل با وصف قارئ ودبا كو قرآن قرآن خالقه كي كم مجيدة مثلا إجاد دبا وصف خدا كو قرآن شطرف خدا دا هاتية ناظر كرن برسه معنی دو بند خدا به اصول دخون بوی قرآن کو مجیده که مثلا خدا صون دخون بوی قرآن که جواب قسم چیه؟ بل عجیب و انجا منزیر و منو منینه جواب اوی چیه؟ جواب اوی که مره بیجه بله مره بیجه اب قرآن هانی اب اینهو بله دقیق يعني شوي أنا بيجا جواب قص دفردا عيني قاف والقرآن المجيد وكي صاد والقرآن ذي الذكر عيني وكذا دوي دردا مثلا دوي دردا دبيجك جواب قسمه دبيك بري جهات ما دبيك دبري دجا مقدر بكن دبيك أمد بيش تاج مقدر بكن يعني دبيك أمد بري دجا مقدر بكن أو دبيك أم دبيش تاج مقدر بكن يعني وكيف ما بيجا والقرآن ذي الذكر إنه لكلام معجز أفاد بيضات يا مقر إنه لكلام معجز خدا ذي أصون دخل في قرآن مجيدة إنه لكلام معجز أبيا كلامك معجزة يعني كو خوي يعني الرقيب خدخة عزة دبك وصا بجي ودبك أنبيجن أب قاف مبتدايا قاف باردون قاف خبر بيجي لمن بيجي قاف بحروف مقطعة جي بقري يعني خالق العالم دبكي كلام منك وان خبردان منك وان حروف ويكون بي خبر دن كلام مجي جوان حرفاية وكلام من مجيج البيانة ونكارن تشكي وكا كلام من بينه وياخد قاف يعني إشارتك دنا بين خدي و پیغمبر دا إشارتك يا خد تعالى تشكيش پیغمبرات بعلمية مخلوق بينين خدا و پیغمبر دانا خد تعالى أمري بشوات كت شجر بجه ويا خدي بيت زنبه وياخد دا قاف قرآن والقرآن جي قاف سورة جيبري والقرآن قرآن جيبري ويقافي هم قسم قافي هم قرآن إذا شمر سر وقافي تنه حرف قسمي تريا اف قاف دبا خبر جملتك ما هذا قاف يا هذا صاد او جا خبر جملتك مع زفرا خبر جد با والقران المجيد قسم ولدونا يقول دقيقي اجا قسم بي بجد با دقيقي يا ظلام كو ام بيجن دبا خبر جملتك مع زفرا شو تشد ما هذا قاف والقران المجيد اليا قاف اليا سوره قاف يعني ابيا في قرآن يعني إشارة بار سورة قاف تبقى إجا والقرآن المجيد أسون دخل القرآن المجيد كو بيا قاف إجا دبا وكا هذا دبا هذا حاتم والله أبيا حاتم والله يعني شخي حاتم ببا كسي دنينة ها أبيا جي هذا قاف والقرآن المجيد عيني وصل شد بها مالا أم در باس دبا
بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم أو عجب مانه أو عجب مانه كأن جاءهم منذر منهم كجوان يكي وان بترسينا ولا أبيض بيضا عجب منهم دبين نابا يعني يكجمه ولا جمبه وربا ما بترسينا دبيضا عجب منهم. فقال الكافرون كافروا هذا شيء عجيب أبيض تشتكي عجيبة أئذا متنا وكنا ترابا يعني أم شيء عجيب ويجب يعني وقتك أم بمرن وأم بمن آخ أم تكرر صاحب من أبيض تشتكي عجيبة ذلك رجع بعيد أبيض وقرك دولة يعني تديك خبر ذا ماذا يقول الله بيتشتك بيجي دوري عقلايا يعني دوري زينايا يعني بونا ويتشتكي مر تخميناك قالت بيجي اما ما باورناك اوصل هذا رجع بعيد اوصل بيجن ماني امكا دوام بكن او زمخشري لسالي هنكي درج بك الكلام في قاف والقرآن المجيد بل عجيبو نحوه في صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا عينيا سواء بسواء عين عينية شما لالتقاء ما في أسلوب واحد هردو لقى يردمن هردو عين وكبدا عين أسلوب كلاتنا يعني شوا صاد والقرآن الذكر قاف والقرآن المجيد أو بل عجبوا أبيجب بل الذين كفروا عين وكبدا يعني جواب قسم مقدرة يا بر مقدرة يا دفايدة مقدرة ودبكو أم صاد وقاف لكن خبر جبونا مثلك معذوفرة وهذا صاد يا هذا قاف والقرآن المجيد صند القرآن المجيد دبا مثلا هذا حاتم والله بل شو مالبيع بلقو أم در باصل من والمجيد ذو المجد والشرف مجيد بمعنى شيء أبيك خوي مجد وشرفه على خيره من الكتب يعني أب قرآن هاني والقرآن يعني شما دبي والمجيد ذو المجد كما تفسير المجيد كيف ذو المجد بلا ظلام يعني في قرآن يعني كأو المجيد تيك وصفة شند عبا سي معنى لك يعني أب قرآن والقرآن والقرآن المجيد يعني قرآن أكو مجيدة قرآن بخونا مجيدة خوي مجدة يعني دوي دبدا دا إشارة كلمة كو مجيد مصدرة ومضافة كي مقدرتك نعم نعم ليه؟ قبيل الله بينون تاميرون يعني نسبة نسبة يعني نسبة والمجيد يعني إكو منصوب ببال مجدي باي فكي كتبه لابن إكو منصوب ببال لبن باي قدي لبن أبي خوي مجد وشرفة يعني أب قرآن أنا خوي مجد وشرفة لهامبر كتاب دني دها خوي شرفة وخوي قدرة وخوي قيمة بني ومن أحاط أدبك منه والمجيد ذو المجد والشرف على غير من الكتب ومن أحاط علما بمعانيه وعمل بما في أوجي مجد عند الله وعند الناس أدبك معنى مجيد يعني أب قرآن مجيدة يعني أبك يرشك في قرآن في محيط به يعني معانيه وتبهيم بك وعمل بك في لبا خده دباب الشرف ولبا إنسان جي خوي قدر او شاغي مجيد دبا وصفه قارئ او يجب هو بسبب من الله المجيد القران هاني بسبب كج طلب خدائك مجيد دهاتيه لو ما دبي قرانا مجيد يعني قرانا وي الله يكون مجيدا او شاغي فجاز اتصافه بصفته او جا قران هاتيه وصف كرم وصف خدا من جبل كوش طرف خدا دعوت كي نازل بله جبو ادنا بلا بسر كي نبين عن داي بله قوله بل عجيبو يعني قرآن مجيدة خدي نمزلي وي خدي بي كلامي مجيدة خدي ويا قرآن مجيدة خاري وي قرآن دخينة وعمل قرآن دكة او مجيد وصوي يعني مجيد وصف قرآن وجيد مصف قرآن مجيد وصف ايكو منزل قرآن كلام ايه خداي مجيد وصوي نعم
سيم معنى لهم. قوله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم أبي إنكار لتعجبهم مما ليس بعجب. يعني أبانا عجب منهم كوش دنابا واندا منذرك جوان ولا بيعجب أصلا بيانا تشكي عجبه. يعني عجب مني تشتكي كوكرا جي عجب نمانا أو جيشيه وهو أن ينذرهم قوام بترسينا بالمخوفي بتشتكي مخوف تشتكي قرقونج أن ينذرهم جي رجل منهم رجلك جوان وان بترسينا قد آد إجا رجلك وصايجي منهم قد عرفوا وساطته فيه وعدالته وأمانته أبانا يعني وصا وي إنسانك عادل وأمين دناغا خدا ويناس كرنا ناس كرنك وإنسانك أوا أوا بشكلية أمينة عادلة جبلرة دناغا خدا ويوصا ناس كرنا يكي وصا رابع وان بترسينا بتشتكي مخوف أبي أجي عجبني قال أجي عجبنا ما ناصلا. ومن كان على صفة لم يكن إلا ناصحا لقومه يكي أوا خي بي وصفي با أو جي قوم يخش خير نصيحة بتشتكي ناكا مترف ريفن عليهم يعني وقف تشرب مش تبجبون اوان يعني امبيجن وصد دلهاسة واسة وصد دلشوتية لسروان خائفا ان ينالهم سوء ودترسكوا بلاكي تشتكي خرابيكي ولا بسري واندا مترف ريفن عليهم مالي ازولان مترف ريفن يعني ان يضمه ويحبه ويشفق عليهما لسلوان بالشفقة يعني شو تديه أو ملاتش في أو ج شركي خورا باسكي خوا أو أوتك أو قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز على رؤوف الرحيم ما نسمع أنت باسنا بن ويحل بهم مكروه أو كوا واقع بسلوان ده تشتكي مكروه أبي أصلا ناقوزا خائفا أن ينالهم سوء ويحل بهم مكروه وإذا علم أن مخوفا أظلهم وقته الرجل هاني ببينا كفاي مخوفا أظلهم يعني تشتكي قرقونج ويقرتي سلوان لزيمه أن ينزلهم يعني وان قبل مشكلة إذا أو شغل لازم عليك وام بترسينا جوارا بيجا رابن رابن واي نيارا قرت سروة يا رابن واي تشتكي آقركي دورا وقرتيا يا مثلا بشتكو أو قب وانا بشفاقتك أنا جوارا بيجا ويحزي لهم وام بدا ترساندن وام بدا هشتار كرن فكيف بما هو غاية المخاوف إذا تشوكو يكي ترسكي وصا نورمال هذا إذا تشتكي كو غاية قرقنجاية يعني أن قرقنجن قرقنجية كو ها ونهاية المحاصيل ونهاية وانشتب قلم أخوش المحافظة وإنكار لتعجبهم مما أنزلهم به من البعث وإنكارك يلسروان شبه عجيب وان وعجيب من إنكار لتعجبهم مما ليس بعجبه وإنكار لتعجب مما أنذر به من البعث يعني بودا إنكار بندتو يعني ما قو أزولان وإذا علم أن مخوفا الظلم لازم أن ينزلهم بل عجب أن جاء منزل منهم إنكار لتعجب مما ليس بعجب وهو أن ينزلهم إنكار لتعجبهم أقول شما ج يعني كو بيخ يعني بيخمر صلى الله عليه وسلم جناب وان ورد شاندن جوانا ويارجيش بيا عجب دمان أبيا إنكارا ويا بلا إنكارا تشتكي دنجي وإنكارا لتعجبهم وإنكارا جبونا عجب مانا وانجي مما أنزل بهم من البعث إجا أب رجل كهاتية وان ترسينة وان جبيا جد ترسينة أجويج عجب من أقول له وي عجب وانجي رجل كي جوان منزل به وجبيا عجيب من خطرة بيج فيا عجيبنا من الذين كان معجز البيانة بمعجزات والوضع تبيه عن بريمنا
وياخد او تشتك وجوارات تبليغ الدكة وجويل عجيب لمينن اجي اجي انكار اجوي تعجبا وانا يعني جوي تشتك وجوارات تبليغاتي كتك جوي عجيب نمين او تعجبا وان عفوا او تعجبا وان جبيا يا ظلم مما انزلهم به من البعثي وان ده ويار مشكلن جوي بعثي بني بعث هي بعث هي وني وقت تكره ورن شياندن اا وانا تقول وان تقول شي وان تقول أإذا متنا وكنا ترابا إن هذا لرجع بعيد أو جبيا جبعسي جبعسي تكرر كوبي صعبة من بي عجب من إجا خدا إنكار تكوى بي عجب بانا وانا يعني عجبا دي عجبا أول يعني وقا وجل في جوان جنابا ونابا ونزار بك أو تعجب أخو أبا أول أول إنكار تكوى في عجب من اباد الدياجي اباد الدياجي كوفانا دبن ام تكرار صاغ ببن اجبي عجبني وخدا يتعلم البان هل يجي يبارك تبدير وان كان وببر من صاغ ببن ام يخدا يمشي بي نوابكن جبيا عجيب دمين الدياجي انكر هذا تعجبان بني مع علمهم بقدرة الله تعالى على خلق السماوات والارض ودقب ونزانا قوة وقدرة خدا هي كاربونا خدا هي لسر آفراندنا آسمان وارضي واتشتلنا بينامان بني وفيا زانن بشتكو فيا زانن شما يعني وش فيا عجيب دمينا قال وش فيا عجيب نمينا وعلى اختراع كل شيء وابداعه وش لسر ايجاد كرنا هر تشتي او بيدر كرنا وان هر تشتي خدا كاره ايجاد بك بيدر بك وفيا يتزانن شما ايجاد قوة اختراع كل شيء وابداعه مانا يعني اختراع ج يعني ج ايجاد ايه إيجادة وإبداعجي يعني يعني غريب غريب شكل ده إيجاد يعني هارقة هارقة هم إيجاد كهم إيجادة كيكو هارقة يعني ملك وإقرارهم أزولان وإقرارهم بالنشأة الأولى مع علمهم بقدرة الله ومع علمهم بإقرار من البعث مع علمهم ومع إقرارهم عفوا سيدا من البعث مع علمهم ومع إقرارهم أزرون عفوا سوي درباية مني مع علمهم ومع إقرارهم بالنشأة الأولى أو دزانن كجارة أول كيوان خلق كريا خدا ما خلق كريا بيا زانن بشتكون فيها إقرار دكين وانتشما بالنشأة ذات الدية جاء إقرار ناقل شما ونبعثي باور ناقل ومع الشهادة العقلي بأنه لا بد من الجزاء ودقلك عقل الشهادة هي ده قيامتها هي الجزاء هي يعني هناك شبك لفي دنيا أوجوانا بمينة مينة أو حصابة بيها بدن عقل الشهادة هي ده بيها عقل بهبونا بعسي شهادة هي ده عقل جبيها ده سكة يعني ها ماني يعني عقل دبكي وقتكو دوی دنیا دا حفظی و ظلم و فلان و بیوان چه دوی دوی ها نکرده هنگ تعدیه لهنگ آتی نکرنی چاوه هنگ آتی درخستنی وان ازیتی دیده بوان تی کرنی اوان کفی ظلمی دکنه او خود تالا حقه که گره پشتی اوی کفی هوای چه کیره گره انتقامه او بسینه یعنی به انتقام شما را یعنی هنگ ظالمی کلوی دنیا وی جزای وی ظلمی نبینن عقل شاده ایر ده که جی کی هیا و روش کی حساب بیا بدن اویاش دلیله لسر چه؟ لسر بعثه یعنی تا دیه سیدا معتزلی ده دلیلاتی هم دلیل عقلی هم دلیل نقلی دلیل نقلی گو ایشا دلیل عقلی جی دابو دا روی ها بله ثم اوله یعنی اعتمد على احد الانکارین خدای تعالی بری خو ایجا دا جوان هم بو انکارا دا سر یکی يعني قوتش بقوله فقال الكافرون هذا شيء عجيب كافر ابو ابي اشتكي جلك خليمه يعني تمام هذي اجي باور نذكرين هذي اجي انكار ذكرين يعني عجيب المانجي خذت على الهب عجيب المانجي انكار ذكر اما اباد ديا ده بهتر يعني قيامت وتكرر صاف بمن أمي أضها متر إجا لسلوي خدات تعالى تسه دبي كافر دبنشي دبي أبيا تشتكي جلك عجيبة يعني كو أمي ببن آخو خلي تكرر صاخ ببن أبيا تشتكي عجيبة إذا متنا
هذا شيء عجيب اي زامتنا وقتها بمرن ابيض بنين بقوله ثم عول على احد الانكارين بقوله فقال اواه دلاله على ان تعجبه من البعث ادخل في الاستبعاد واحق بالانكاريات شو بده دلالات كلين ام عجيب ما نوان جبعسي دها دوربوني دا او حق ترى دي انكار كرني دا دها جيرش كانت دها بيتر اوكي يعني ها يعني انكار بحسد بكن و انكار بعسي بكن يعني انكار يكي جوان خوي طالب شينا پیغمبر جوان را و بيا انكار بكن انكار كو بجن قيامت تنا بيا انكار بكن جوانا ان اوي او ايكو خطرة دهاو كلية اول على احد الانكارين وانكار دعسية دلالة على ان تعجبه من البعث ادخلوا في الاستباع يعني بيتر جويد يعني عجيبه وان دها بيتر دحقي قيامت دها كو بيخنبالك جوا مرة شاندن جويج عجيب دمينن فما آمننا اما كوي قيامت تكرر صاخ مرف ببه اج اجمان او جبيات ده بيتر على ان تعجبا من البعث ادخلوا في الاستبعاد واحق بالانكار يا بيت جبل اللي مالي دخولا ودي بني داي يعني برب عقله هو مش قلنا قبولنا ك وده شيء احقك خط انكار بكن شيء وقت تشتكي ونتشتكي نفطاله وي في كائنات الشيخية ما نكره وخلق جانة كابينات بين حياة ما نجمع ووضع الكافرين ووضع الكافرون موضع الضمير يعني خطأ تعالى بقالوا أواجب قطة بقطة فقالوا هذا شيء عجيب بل عجيبوا شيء وفقال قاف القرآن المجيد بل عجيبوا عجيبوا دمي راجب الكافر تمام إجت خلاص قالوا قالوا جبريس دمي راجب الكافر فقالوا قطا يكما كافروا فقط يدم شط الميل ده جبونا بي وصف يا زلم موضع الضمير للشهادة على أنهم في قولهم هذا مقدمون على الكفر العظيم خدایت على بلا تثبيت كرن سرون او دبي گوتنا خدا كافر دبي اوانا دبي گوتنا خدا يعني پی داویجن بال کفری با يعني آدم داویجن بال کفری پی کافر دبن خدایت على آخوصی وی افاده بکه لما گوته چه فقال الكافرون وهذا شيء عجيب مقل بي مقدمون على الكفر العظيم تقريب دبنا سر كفرك يبر مال كفران مظن أو إنكار قيامة نبينا قيام فاكر نعزلا يعني ش أوكا يعني كو إنكار بيخمبرك هنا موضع الضمير إشارة على أنهم بقولهم هذا كنت بعيدا متنا وكنا ترابا إن أوان لا هذا نعزلا بل عجب أن جاء منذر منهم شكي مهي هير طيب ذاته هذا شيء عجيب نيزام مثل قدرابنا يعني كو بيخمبرك جوان ولا شاندن أبيا نقبول كنا يبخو أبيا كفر كما سنش مالي وهذا إشارة أبيا بل عجيبوش جيا تعجبوي جاش يكيبو يجب عشيبو يجب عشتبوي طبني فقال الكافرون هذا شيء عجيب يعني ابي قلت انا ما كنت بيجن اي زميتنا ده بقى رجع بالي فبش تمام او كفرك ما زنه يعني انكار كرنا بعسي كفرك ما زنه تمام وهذا بيشرغو انكار رسول كي جوان بن شاندني عجيبو وايد دي عجيبو انكار لتعجب اجا بريوي لسكني لسات تعجبا مما انذرهم سك يعني او ما انزلهم كتب وشاندنا قيامتي تمام هذا اشارة الى الرجع يعني بل رجوع بل هذا ابي رجوع هاني اي رجوع بل بس نبيه اي شو اشيل بل اشارة الى الرجع
وإذا منصوب بمضمن إذا جي يعني هذا شيء أئذا أئذا أو جي أو إذا جي منصوب بفعلك مقدرا معنوي أبا أحين نموت ونبلى نرجع أي وقت أم بمرنو وبرزن أم نصاب فترة ذلك رجع بعيد أبيا وقرأك دورة يعني مستبعد مستنكر يعني وصا دور دبينن و انكار جيت كن قبول جناكنا وقا چه كقولي كهذا قول بعيد أبيا قوتنا كدورة دوري عقلة يعني ناي قبول كن يعني. وقد أبعد فلان في قولي وقد أبعد فلان فلان كس يعني دو قوتنا خدا عليكم السلام ده گوتنا خدا دور هاتیه دیتن ده گوتنا خدا دور هاتیه دیتن یعنی گوتنا وی دوری عقل و معنی و بعید من الوهم و العادت عادت و وهم و زینه اف گوتنا وی دوره و یجوز ان یکون الرجع بمعنی المرجوعی هازا رجع یعنی هازا مرجوع امیه او چا مرجوع چا وچه ده و بل جوابو امیه جوابه يعني اب جوابك اوددن وهذا رجع بعيد اب جوابك دوره يعني جوابك دوره اجا يعني كي جاب تشيد بيجه ويكون من كلام الله تعالى ابي ادبش قوتنا والله تعالى اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد يعني ذلك جواب بعيد خدای تعالى دبي يعني او جواب ددن يعني قبول ناكن قيامته شما قبول ناكن يا دبي جوان جي أبا شواكو أم ببن أم ببن أم بمرنو ببن آخ أمي ساق ببن أبي جواب آوان أبي جواب آوان دوري عقلا خداي تعالى دبي بي جواب آوان نتو جوابك جواب الدنيا يعني ها ويكون من كلام الله تعالى استبعاد الإنكاري خداي تعالى وي إنكار آوان دور دبينا ما انزيرو به من البعثي أو تشتكو بيتين إنزار كرن بيتين ترساندن جبعثي خدای تعالی دور بینه یعنی خدای تعالی یاد بید که او دو بیجن ذالی که رجعون یعنی خواهد بود ایزا میتنه و کن ترابه وان جواب دا خدای تعالی بید ذالی که یعنی ذالی که المرجوع ذالی که الجواب آوه جواب ها که وان دایه بعید نه چه دو بید الرجع بمعنى المرجوعي وهو الجواب جواب رجع بعيد ويكون رجع بعيد من كلام الله استبعادا لإنكارهم أي إذا مثنى قدبجن إنكارهم ما أنذر به من البعث إذا والوقف على قبله على هذا التفسير حسن تفسد ذلك سيدا نشويت وقفيت شو وقفيت بقرا ازولا من قوله ان يكون الرجع بمعنى المرجوعي اي قال الله تعالى جوابا لقولهم وردا لزعمهم ذلك رجع بعيد خذ تعالى قلت بمعنى ما يرجع اليه حاصل كلامي او تشتك حاصل كلامي وان دفت له بابا بيا دوله وما قالوا بعيد وعن بعضهم من قوله وهو الجواب اي الجواب الذي جاء به الكفار جوابا بعيد والجواب هو قولهم أئذا متنا جواب دن ديان باورناك القيامته شما قيامته باورناك جواب خود دن نمين أئذا متنا قي أم بمن أمي شوا ساق بمن إي خداي تعالى بيها أبي جوابك ودايه رجع بعيد يعني مرجعك جوابك دورة فإنما قالوا ذلك جوابا لقول المسلمين إنا نبعث ونرجع بعد الموت إيجا خداي تعالى جوابه وان داه لأن قوله وهو الجواب ويكون من كلام الله تعالى ولا ارتياب أن قوله أي إذا متنا وكنا ترابا ملي ملي سيدا هات أو كرن إياه إذا متنا وكنا ترابا ليس من كلام الله بل هو داخل في حيز قولهم بكامل قوتنا فقال الكافرون هذا شيء عجيب أي إذا متنا وهو أحد الإنكارين كما علم من كلامه
ثم إن قوله ذلك رجع بعيد إن كان من تتمة لكلامهم لم يجز الوقف وقف نابا على ترابا نابا وإن كان من كلام الله جوابا عن قولهم جاز الوقف لاختلاف القائلين شبه أو أز أوجد فهمتك ما أز والله تشي فرق لي تبيجين يكون دبي شفتنك وإذا متنا وكنا ترابا إذا متنا وكنا آية كريمة إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون آية ونمشى يعني أديان أديانك أشياء من كلام الكفار أديانك نش كلام يقول تمام مش كلام الكفار تمام مش كلام الكفار تشي قول به في كلام خدي ذلك رجل بعيد تمام او دون ايضا متنا وكنا ترابا ام ببن خلي اواب ببن اواب ببن ام بين اشيان بن فدا جد بيجج وعلى ذلك رجل بعيد ها؟ يعني جوابك هو دوره يعني وين جواب خدن وين بين ام قيامت ناي شنكي كو ام بين اخ ام جار قدن صاخ نابن اوه جواب دان اوه جواب اكا دوري عقلا سيدا كرم تركا بدا اه كرم كبشن اه خوينا سلام اه كدا رج ان دونش كلمتنين مرجو يعني verdikleri cevap anlamda olması da mümkündür. Bu durumda zalike racun ba'idun Allah'ın sözü olup uyardıkları yani şey öldükten sonra dirilişi inkar etmelerinin akıldan uzak görüldüğünü ifade eder. Yani Allah bu nasıl bir cevap demiş olmaktadır. Bu yoruma göre söz konusu ifadeden önce turab kelimesinin sonunda durmak güzel olacaktır. Ah, şimdi evet. Bu sayı zulam. Min bu sayı efendim kiriya. Yani vakti kutu beji. Mesela evş kelami kudaya. او چاقی ام بیجن چه فقال الكافرون هذا شيء عجيب ايذا كنا ايذا متنا و كنا ترابا او بيد سكن ذالك رجع بعيد ايجا و قوتنا خود ان قال مل ام در باسته بنا زولا تشکیل بیجی الان رقم سلیلنا کده شیم بیجی تنه تمام روجی دیه روجی دیه پاشه کاری ا ايذا متنا بی ايذا بی استفامات يعني لفظ الخبری ايذا متنا ومعناه إذا متنا بعد أن نرجع وقت أن بمر دورك أم بفترنا والدال عليه تشتكو دلالة سر أبيا إذا متنا بعد أن نرجع أو جملة تقدير دكي توش كدا دردخي والدال عليه ذلك رجع بعيد أبيا دلالة سر دكاك بعد أن نرجع لويد المقدرة وقتكو أم بجن إذا متنا أي إذا متنا من بجنا إذا متنا بجملة خبرية بجن مالي فإن قلت أجبت بجي فما ناصب الظرف إذا كان الرجع بمعنى المرجوعي أبتشتكو إذا منصوب دك وقتكو أم بجن رجع بمعنى مرجوعة يعني أبشاق جي أو كويتي بريني يعني مثلا كده بقى كلام يا خدات تعالى يعني كلام نيك كلام نيك او شاق النابه اذا جب ذلك راجم باي كلام خدي اذا قلنا او كلام وانا اذا متنا وكنا ترابا متعلق بالاضافه زياده اما بيجن ما دل عليه المنزل من المنزل به هو البعث او شاق تشتكو دلاله تكسر المنزل ما قلتش بل عجيب أن جاءهم منذر منذر منهم إجا من المنذر به أو تشتك بيتين ترسانه كبعثة كبعثة أو شخي يعني أمي شو نبعث إذا كنا طلاب معين نوصى نبعث نوصى أمي وصى مجن يعني معنى المصدر يسوع أن يكون ضال على عام لذلك لأنك لا ممكن أي نبعث إذا متنا أو فشل ما أنا بعث إذا متنا أنا بعث إذا متنا وكنا ترابا أو شغم إذا متنا متعلق بالنبعث وبكن وين نبعث يا ك
كو منذر وان جوي بعثت دات الصندن ام جوي دات خنا مسد ونا بخوزي اصابك الله غير قصيرا امانة خدا بخاطري